لا يبدو أن الأمير هاري قد ترك أحداً من العائلة الملكية إلا وأزعجه، ولكن لم تكن التوقعات تقول أن الملكة من ضمن المنزعجين من أحب الأحفاد إلى قلبها. ففي كتاب جديد نشرت مقتطفات منه صحيفة ديلي ميل معلومات تكشف رد فعل الملكة إليزابيث الراحلة بعد سماعها بخبر تسمية ابنة هاري وميغان بليلي بات. فليلي بات لقب شخصي للغاية، خصص لمنادات الملكة منذ طفولتها بين أفراد عائلتها والمقربين منها فقط. لكن الملكة بحسب المذكرات شعرت بالانزعاج من قرار هاري وميغان إطلاق اسمها هذا على ابنتيهما، إذ قالت لمساعديها إن اسمها هو الشيء الوحيد الذي تملكه. وعادة ما يقضي البروتوكول الملكي بأن يستأذن أفراد الأسرة من رأس العرش قبل تسمية حديثي الولادة، لكن بحسب المذكرات فإن هاري وميغان لم يستأذنا أبداً الملكة في استخدام لقب طفولتها، وهو ما يخالف ما قاله هاري علناً إنه لم يكن ليستخدم ليلي بات إذا لم تكن الملكة داعمة لهذا القرار.